تحكي لبابا على المدينة يا بابا، حاضر بس قولي لنا خف وعشان بكون كويس عشان ما يرجعش مدينة. ماشي، بس انت كمان عامل اخوك كويس. طبعا يا ماما. امشي يا ابني، خلينا نخلص من المشوار ده. مش عايز اروح. هم 5 دقايق ونمشي ونخلص. ماشي. ايوه زي ما انا قلت لك كده بالظبط، مفيش حاجه تغير اللي احنا بنتكلم فيه. الموضوع عادي جدا، مش محتاج المساله يعني. ده كتبتها في مسابقة بتاع التكنولوجي بتاعتي دي. حلو من بلدة. أنا بحب الألعاب جدا. طب إيه رأيك نعمل ديل؟ إزاي؟ أبعت لك اللعبة تديني السلسلة اللي في رقبتك دي. طيب. مالك في ايه؟ اصلا انا عارف اللعبه دي. هتمثل دي لسه نازله من يومين. دي اللعبه اللي انا صممتها واخدت عليها الميداليه. يلا يا بطل. انت هتمشي؟ انت حتى ما باركتش لابنك على الجايزه اللي خدها. بعدين المره الجايه هجيب له هديه. انا مستعجل دلوقتي.